معانا على الهاتف دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة. دكتور طارق مساء الخير وألف مبروك. نور، الله يبارك في حضرتك، أشكرك متشكر جدا، شكرا جزيلا. يا رب إن شاء الله يكون التغيير في 2018 لصالح كل المواطنين المصريين. إن شاء الله ربنا يكرمك. ملفات حضرتك اللي ناوي تهتم بيها بإذن الله. هي ملفات كثيرة ومتعددة، يمكن من أهمها هو النمو السكاني وعدد المواليد المتزايد، ولا بيعيق كل القضايا التنموية والاقتصادية للبلد. ثانيا احنا عندنا مشكلة ثانية، هي مشكلة القطاع السكانية إلى حد ما متدنية زي التعليم والأمنية والبطالة، وده برضو إن شاء الله هنبتدي نشتغل عليه بإذن الله تعالى. في عندنا مشروع قوانين زواج الأطفال شغالين عليه، فربنا يسهل إن شاء الله، يبقى كل المحاور إن شاء الله تنفذ. يعني دكتور طارق هيكون في خطط لمواجهة الزيادة السكانية؟ يعني او اسلوب جديد، لانه طبعا احنا استخدمنا كل الاساليب الحقيقه. بالظبط بالظبط، وبكثافه المره دي ان شاء الله، هيبقى في كثافه ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني على امتى نبتدي نشوف نتائج ايجابيه دكتور طارق؟ والله هقول لحضرتك حاجه، يعني امبارح واحنا بنتكلم مع دوله رئيس الوزراء، ايوه، قال لي في السنتين الجايين احنا هيبقى لازم يبقى في مردود للموضوع ده. كويس قوي. ما في مردود ان شاء الله باذن الله تعالى، واحنا بنسعى لهذا ان شاء الله. بنتمنى لحضرتك التوفيق. شكرا. دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه، واحنا في انتظار الخير يا رب باذن الله.